السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. جوناثان شميد ولوكا زيدان، موضوع اليوم اللي تكلمنا عليه سابقا خاصه لوكا زيدان. جوناثان شميد اللي خرج في وسائل الاعلام الفرنسيه وخاصه فرانس فوتبول اللي يتكلم وقال باللي جمال بالماضي اتصل بيا وما عنديش مشكله نغير الجنسيه الجزائريه ونلعب في المنتخب الوطني الجزائري، لكن جمال بالماضي خرج ببيان الاتحاديه في الموقع نتاعها وتكلم وقال باللي لم نتصل باي لاعب سواء جوناثان شميد، وممكن تكون ناس اطراف انتحلت الشخصيه نتاعي ولا اسمي وتكلموا باسمي اني راح استدعي جوناثان شميد. وتكلم ايضا على اخبار المغلوطه بلوكا زيدان. حنا تكلمنا سابقا على لوكا زيدان وقلنا يعني اللاعب هذا راه لاعب فرنسي وعنده الاولويه الجنسيه الاسبانيه والفرنسيه، وما تكلمش اللاعب هذا انه راح يختار الجزائر بل حب يختار فرنسا، وكانت الناس ما صدقناش. نرجع الصعب الماضي، بالماضي القريب ليس البعيد، عندها من شهر ونص، شوفوا واش قلنا على لوكا زيدان. واللاعب تكلم باللي هو راح يتقمص الوان المنتخب الفرنسي للفئات الشبانيه، مش المنتخب الاول هذه صعيبه، لكن الفئات الشبانيه هذا هو المعلومة الرسمية. الان سبور منين جابت الخبر؟ جابته من الشروق كخبر قديم، مع مرور الوقت مع الترجمة وكذا عاودوا عدلوه ورقلوه المقال وتكلموا انه بالماضي واتصال نفس المصدر تاع الخبر اللي هزاته سبور هو اللي كان في الشروق، واللي هزاته اونز مونديال ايضا هزاته من الشروق في اوت. اذا باش نهضرو اوفيسيال، اذا قصه لوكا زيدان مجرد سكتش على في شهر افريل، ديروها كذبه افريل رغم انه فات البرومي افريل، ديروها سكتش رمضان المبارك، ديروها مسرحيه كيما تحبوا تقراوها. لو حبينا احنا نجيبوا لوكا زيدان عندنا ابنائنا بدون اننا ندخل في صلاحيات بالماضي، اللي حب يجيب بالماضي لوكا زيدان هو حر، هو اللي راح يتحاسب، هو الناخب الوطني. بصح كاينه حاجه، احنا عندنا لاعبين جزائريين وابائهم جزائريين، وجزائري الاب والام، وكاين جزائري الاب ويحبوا الجزائر، نهضروا خير رسمي، وما همش يدخلوا في مخططات الاتحاديه. الحمد لله الوقت عطانا الحق، احنا ما نقولناش باللي بالماضي ما يقدرش يستدعيه ولا ماهوش حاب يستدعيه، هذه ترجع للماضي. لكن حنا واش تكلمنا قلنا باللي لوكا زيدان يبقى فرنسي لانه مولود صحيح في فرنسي لكن عايش في اسبانيا، لكن خياراته هي فرنسا. الناس كانت تضحك علينا وقالت لنا غير هذه، بعض الاخوه على كل حال ماهوش كلها، قالوا لنا باللي يا ولدي ما كاينش منها الهضره هذه، وراك غير تخرف ودركا تشوفوا في بعد ما تروح كورونا راح يستدعيه جمال بالماضي. الحمد لله عفوا، جمال بالماضي في موقع الفاف ماهوش نقلا عن وسيله اخباريه وكذا 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 وكذا، موقع الفاف الاتحاد الجزائري وجمال بالماضي ينفون نفع قاطع انه اتصلوا بجوناثان شميد، هذا اللي ما تكلمتش عليه انا حقيقه، لكن تكلمت على لوكا زيدان. ولوكا زيدان ايضا جوناثان شميد قال لكم بالماضي ممكن راه واحد انتحل الشخصيه تاعي ولا يتكلم باسمي وعيط اللعب، انا ما عيطتش. وايضا لوكا زيدان لم استدعيه، راه كما تكلمنا ردا على الشروق، جبنا الادله الشروق اللي نشرت الخبر وهزوها اونز مونديال ببلياتو من عند سبور الاسبانيه، ومشى الخبر كإشاعه وتكلمنا في يومها قلنا يا ولدي اشاعه الناس ما صدقتناش، قالوا لنا يا ولدي راه لوكا زيدان هو الحارس المستقبلي للخضر، قلت لكم يا ولدي راه اشاعه، واعطيتكم حتى مثال كما شفتوا في الفيديو السابق. لو حبينا نجيبوا لاعبين عندنا طريق سهله، ابنائنا من اب جزائري وام جزائريه، وكاين اللي من اب جزائري وكاين اللي من ام جزائريه، وكاين قلنا اب وام جزائريين ما شفناهمش. عندنا العروسي اللي يتدرب مع فان دايك ويتدرب مع ساديو ماني ويتدرب مع فيرمينيو وغيره وغيره وغيره،
ما نلقاوهش لا في الاي 17 لا في الاي 19 لا في الاي 21 لا في الاي 23 ما كانش. زدالكا كيف كيف، ريان شرقي كيف كيف، ياسين عدلي كيف كيف، كل مواهب لهنا. كاين اللي جوار يلعبوا في سيفي، كاين الياس حسين ولا اسمو يلعب في سيفي. ما العينك ما تجيبوا جوار يا الاتحاديه والله يا الصحافه اللي تهضروا على لوكا زيدان في ليكيب ا. هذا من الجوار كانوا كاينين كانوا صغار، على ما جبناهمش في الايديزات والايفا والايديز ناف والايفان تروا تهضروهاش. حاجه اللي تقيس طفي الضوء، حاجه اللي تقيس والضر لما صيا طفي الضوء. قلنا لكم ودي ما كانش منها. نعرفوا بالماضي انسان صريح قد قد ختامنا بالماضي الحمد لله. لكن كنا قلنا لكم راه لوكازيدان هذا غير انسوا، ما كانش منها الحكايه هذه، راهي غير اشاعه وخرافات. ناس كانت تضحك، هاو كصدقوا دركا زيد بالماضي، صدقوا بالماضي. حنا خينا نخرفوا دوكا بالماضي، اسكو يخرف ثاني؟ رسمي ببليوها في الموقع الرسمي تاع الفافر. ما نهضرش على الاتحاديه، الاتحاديه ماذا بها ما يجي ولا جوال. صحاب الماضي درك قالك ما اتصلتش به لا لوكا زيدان لا شيميد، هذا اكاش منها خلاص. يعني قلت ونعاود الى باغيين صح نجي نهضروا على اللي جوار هذوما ونروحوا لبعيد، ونتكلموا على زداركا. في الايديسات ما كانش، في الايفان ما كانش، في الايديزناف ما كانش، في الايفان تروا ما كانش. هاو نتكلموا على العروسي اللي نطريني مع ساديو ماني وفان دايك والمجموعه الكبيره هذه. ما نجيبوهمش في الايديسات وما نجيبوهمش في الايديزويت وما نجيبوهمش في الايديزناف وفي الايفان تايا والايفان والايفان تروا. اذا الامور واضحه، وشكون اللي نحابو على مشارف وعلى نحابو على مشارف؟ هذه ما تهدروهاش. اللي قلت نعاود، الحاجه اللي تقيس لما صيا صم بكم عمي، صم بكم عمي. حنا شكون طر لما صيا كفريق؟ بصح نهضروا على الحق، الا بغينا نبنوا منتخب وطني على السنوات القادمه ونستفيدوا من ابناء الجزائر اللي عندهم مواهب كبيره ويلعبوا في انديه اوروبيه محترمه وكبيره، من الاولى نستفيدوا منهم لما يكونوا صغار الايديسات والايفان والايديزناف، ومن بعدها نستفيدوا منهم المنتخب الاول يكونوا واجدين. ما ها لا لا ما نجيبوهمش، نجيبو تاع لاماسيا اللي تقسينا من الايديسات وخرجنا بالمرتبه ما قبل الاخيره في خمس فرق ولا سته وميداليه برونزيه ما ديناهاش. تقسينا في الايديزويت ايديزناف، تقسينا في الايفان، تقسينا في الايفان تروا، المنتخب المحلي على مرتين، المنتخب المحلي مع ليبيا اللي كانت في الحرب وفي الازمات، وتقسينا ايضا مع المنتخب المغربي المحلي. هذه ما شفتوهاش يا صحاف، هذه ما شفتوهاش، هذه ما تهضروهاش. تهضروا على لوكا زيدان، لوكا زيدان سوف يختار الجزائر. شوف السيد قال له ما ودي انا ما عنديش علاقه، راه عندي علاقه بفرنسا واسبانيا قد قد، ونرجع لفرنسا. هذه ما شفتوهاش، جبدناها لك بالدليل ما شفتوهاش. ورحتوا تاكدوا باللي بالماضي خلاص راح يخير لوكا زيدان وعيط له صايب، هاو قال لك ما كاش منها. مش منطق، مش منطق، مش حاجه، مش لوجيك. يعني خلوا ناس يلعبوا في انديه اوروبيه كبيره ومحترمه ومعروفه، سواء سيفيا سواء ليفربول سواء نابولي سواء اولمبيك ليون، هذو كل ما نشوفوهمش نعماو عليهم، ونروحوا اللاعب يلعب. انا مع احترامي للاعب، انا والله ماني كونتر لوكا زيدان ولا شيميد اللي حاب يجي منتخب وطني مرحبا به، انا مانيش اونترينر. بصح هذو ما نعماو عليهم وما نعيطو لهم لا في الايديسات لا في الايفان لا في الايديزناف لا في الايفان تايا لا في الايفان تروا، كل ما نعيطو لهمش ما نعيطو لهمش، ما نعتبرهم ما نحتاجوهمش، عندنا لاماسيا. ونروحوا الجوار يلعب في الدوزيام ديفيزيون في اسبانيا وغارديا. ماناش ضد اللاعب لوكا زيدان حارس مرمى، يلعب في الدرجه الثانيه. يعني خليه اللي يلعب في نابل واللي يلعب في ليفربول واللي يلعب في اف سي سيفيا واللي يلعب في اولمبيك ليون واللي يلعب في بوردو في الدرجه الاولى، هذا كل ما نشوفوهمش. واللي يلعب في ميلان مدافع طاهر، اللي يلعب في ميلان
مدافع الجزائري يلعب في ميلان ما نشوفوش، ما نشوفوش بصح نشوفو. وسامدوريا ايضا بهلولي ما نساش، هذا كل ما نشوفوهمش. ونشوفو لاعب يلعب في الدرجه الثانيه في اسبانيا في حارس مرمى، سكولوجيك مش منطق. اذا الامور واضحه بالماضي رد على الصحافه اللي قالت بلي خلاص اتصل بلوكا زيدان، حنا قلنا بكاش منها وعطينا الخيار اللي بالماضي يبقى هو حر، حبي يعيط لوكا زيدان ولا ما يعيطوش على يخصه هو هو المسؤول. صح حنا عطينا قراءاتنا ما كاش منها خبر، مجرد اشاعه. السيد يقول لكم راني فرنسي وفي نفس الوقت اسباني، قال لك لا راهو عيط له. الحمد لله المهم الوقت عطانا الحق. اذا بالماضي رد على كل الصحافه وخاصه اللي قالوا باللي راح يجيب لوكا زيدان وجوناثان شميد وكذا وكذا. امور واضحه، لو نحبوا نجيبوا لي جوار نبداو نجيبوا لي جوار صغار نوجدوهم في ليكيبات الايديسات واطلع باش نبنوا منتخب للمستقبل، اما باش نجيبوا لاعب ما تربطوا ولا علاقه بالجزائر. وايضا اللاعب هذا كبير في العمر، من الافضل نوجدوا لاعبين جزائريين الاب والام، وكاين جزائري الاب وكاين جزائري الام، الامور واضحه. فالاخير ختمت مراقبتنا مع ماسد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.